السلام عليكم. ضيفنا هو رجل يوصف بالمزاجي في مواقفه وبالحاد في كتاباته، يهوى اللعب مع الكبار ولا يعرف الحدود في مواجهة أعدائه وخصومه. المعجبون به يرونه الصحفي الوحيد الذي يملك الجرأة في عصر النفاق، في حين يصفه خصومه بصاحب المواقف السيزيفية ومتقلب المزاج، إلا أن له رأيا قد لا يكون في مستوى مبالغات محبيه ولا في مستوى اتهامات خصومه. ضيفي هو عبد الفتاح العبيدنا، المدير الناشر لموقع وصحيفة الأقصى. أهلا بكم أخي الكريم. البرنامج كما هو عادتنا في التذكير بمراحله يمر على مجموعة من المراحل. في المرحلة الأولى هي مرحلة سين جيم، سؤال جواب. في المرحلة الثانية هي مرحلة صح أم خطأ، سنوجه إليكم اتهامات إما أن تقولوا أنها صحيحة أو بالخطأ أو تنهونها. في المرحلة الرابعة هي مرحلة نادم على، سنوجه إليكم بعض المواقف أو نعرض عليكم بعض المواقف، هل أنتم نادمون على اتخاذها في فترات معينة أم لا. في المرحلة الخامسة هي هي مرحلة لو كنت. أما المرحلة السادسة وسيكون معي فيها الزميل محمد المختار والأحمد سالم، وهو صحفي في قناة الساحل. أهلا بكم الزميل محمد المختار. أهلا بكم. لو بدأنا بالمرحلة الأولى سين جيم. سين، أين يتموقع العبيدنا مما يجري في موريتانيا؟ العبيدنا معارض للنظام القائم، رغم أنني أفضل أن يكون الصحفي بعيدا عن اتخاذ موقف سياسي مباشر مع أو ضد، حرصا على المهنية. لكن العبيدنا كشخص، العبيدنا كصحفي عندما يكتب على ضوء تحليلي، يحاول أن يكون موضوعيا قدر الإمكان، وهو ليس مع هذا الكيان السياسي والفريق السياسي الموالي أو المعارض أو الوسطي، وإنما مقيما للأداء السياسي الوطني العام. هذا بالنسبة لكتابه. أما بالنسبة لعبيدنا كشخص، أنا لا قناعة لدي بول عبد العزيز ولا بجماعة العسكر منذ 1978 وإلى اليوم، لأن لهم مهمة خارج إطار السياسة، وهم أقدروا وأنسبوا لهذه المهمة التي خلقوا لها وحددت مهامهم الدستورية وفقا لها، ولم يخلقوا أي مواقع المعارضة. أنتم مواقع في موقع كنتم في معارضة في إطار منتدى أم أنكم في معارضة المعاهدة؟ ماذا يعني؟ أنا عضو باتحاد حزب اتحاد قوى التقدم، وما زلت في هذا الحزب، وأجد نفسي داخل المنسقية، والمنسقية لها صلتها الوثيقة والمؤسسة للمنتدى، وأما المعاهدة فأراها أقرب إلى الأغلبية وهي نوع من الأغلبية، ولقدت الكثير من المشتاقية بسبب التناغم الكبير مع مواقف الأغلبية ومع مجاملة عبد العزيز، وقد يكون بالخير بموقفه المقاطع لنهزه الانتخابات الرئاسيه القادمه، وقد اعطى شيئا من المصداقيه لهذه المعاهده، وربما ايضا مع صمت عبد السلام. مثلا ما انك شايف معايا على هون تناقض، انت عضو متناقض اتحاد قوى التقدم وهو حزب معارض قاطع الاستحقاقات الماضيه، انت دخلت الاستحقاقات الماضيه ترشحت نائب عن مدينه اطار. هذا سؤال لا ما في حد ذاته تناقض. هذا سؤال لا تصعب الإجابة له، لأنكم تعرفون أن حزب اتحاد قوى التقدم أوشك على مواجهة الانشقاق بسبب قضية المشاركة بالمقاطعة، وكان النائب السابق والمناضل القدير مصطفى البدر الدين يقف إلى جانب موقف المشاركة، وكان معه كثيرون، وكان هناك فريق آخر مع
مولود الرئيس محمد المولود، وشارك الكثير من أعضاء أو على الأصح بعض أعضاء حزب اتحاد قوى التقدم مختلف مستويات، يعني ترشح في الانتخابات البرلمانية قوى التقدم، هذا يجعلك خارج الحزب؟ لا لست خارجه، لأنني لم أصرح يوما بالخروج من هذا الحزب، وكانت تلك المشاركات في ذلك الجو مشاركات اضطرارية حسب الرؤية السياسية. تسهل الموضوع، هو حد حزب عنده قواعد، عنده أنظمة تنظم سير العضوية فيه، يعني تقوم تترشح من حزب ثاني وتخرق قرار متخذه الحزب اللي تنتمي فيه، وفي نفس الوقت انت ما زلت تدعي بالانتماء اليه. قلت لك انا عضو في هذا الحزب، وهذه مساله تخصني انا وحزبي، والكثيرون عاشوا هذه التجربه ابان ولا هم تنسيق قاع بينك انت حتى ان حزب التواصل ايضا، لا ليس هناك تنسيق وانما كان مبادره ذاتيه، حتى ان حزب التواصل خرج من المنسقيه ودخل من باب المنتدى. هذا ما سيقودني إلى السؤال الثاني. سين، مشاركتكم في الاستحقاقات الأخيرة حصلتم على بضعة أصوات، لماذا تصرون على اللعب مع الكبار في الوقت الضائع؟ بالنسبة للمشاركة في مدينة أطار كانت مشاركة حتمية بغض النظر عن النتيجة، فنحن نعرف بأن عبد العزيز يراهن على مدينة أطار نظرا لبعدها الأمني وبعدها التاريخي ومكانتها في حقبة ما قبل الاستقلال، ونظرا لأنها مدينة معاوية، فمن البديهي، والمدينة التي توجد فيها المدرسة العسكرية لمياء المختلفة الأسلحة، نحن نعرف بأن ولد عبد العزيز عندما يدفع خصوصا بتجاره الذين يملكون وسائل معتبرة سيحرص بمختلف الطرق على كسب المقعد الانتخابي هناك، خصوصا المقعد البرلماني، لكن كان لابد من المشاركة في هذه اللعبة لإيصال خطاب معين ولشق طريق، فالكثيرون ممن نجح في دخول البلديات أو البرلمان أو أي ساحة انتخابية لم ينجحوا في المشاركة الأولى وربما لم ينجحوا في المشاركة الثانية، هذه مغالبة لابد منها، وهذا ميدان لا بد من دخوله وطرح خطاب معين، ومن تخلف عنه تخلف عن صراع سياسي تفرضه المصلحة العليا للبلد، وخصوصا مصلحة ولاية أدرار التي تعاني من بعض المرشحين الذين لا يملكون خطابا سياسيا ولا يملكون خلفية سياسية ولا فكرية معينة. بالنسبة لي القلبية الشعبية ضرورية، يعني تترشح عندما أمام كبار موجودين في الساحة ولاعبين أساسيين، هذا نوع من ربما من مجازفة يعني سيزيفية. عندما نترك، عندما يكون هنالك قرارا مؤسسا جماعيا أو فرديا بأن نترك السياسة لحملة البنادق وحملة الثروة، هذا قرار تراجعي، يعني من هم عن الشأن العام، ويعني انسحاب السياسيين. من هم حملة الثروة الذين نافستهم في أطار، يعني من تقصد بالضبط؟ الكثير من المرشحين محسوبين على جهات مالية معروفة، فعلى مستوى مدينة أطار كان هنالك رجال أعمال كبار يقفون خلف وزير الاتصال الحالي سيدي محمد المحا. من منهم مثلا كان يقف وراء وزير الاتصال؟ العبد الله بشكل مكشوف كانوا يقفون إلى جانب مرشح العبد العزيز وسيدي محمد المحم الذي وزير لاحقا، وأحمد البرو خال محمد والنويقظ رجل الأعمال معروف أيضا كان يقف وراءه ابن أخته محمد والنويقظ، والزقمان شيخ مدينة أطار كان يقف وراء المحمد ولائحة التحالف، وهكذا دواليك تجار أطار الذين يملكون المليارات دخلوا اللعبة من أوسع أبوابها، ولكن ذلك لم يمنحهم الفرصة وإنما كان مرشح، يعني عدم عبد العزيز المدعوم من قبل العبد الله كانت له الفرصة، يعني عدم لجوءك للكبار هذه على مستوى المقاطعة من أجل أنهم يدعموك، يعني ترى أنه مثلا لماذا لست مقنعا بالنسبة لهم، أم أنك لا ترى أنه من الضروري أن يدخل المال في المعادلة السياسية؟ التجار عندنا في مدينة أطار خصوصا منذ وصول عبد العزيز يلعبون دورا أنانيا بشكل مكشوف،
قد حرصوا كثيرا على خصوصا لا تركني أقول بأنهم كانوا شجعان وكانوا شجعان وفي نفس نعم الوقت لا تصفهم بالأنانيين. لا تركني أقول لك بأنهم كانوا شجعان سرعة تقير لا لا ليس سرعة كانوا شجعان وكانوا جريئين في بداية حكم عبد العزيز عندما وقفوا مع أحمد دادا في انتخابات الرئاسة 2009 لكن بعدما عانوا من السجن وبعدما عانوا من خطورة مصادرة أموالهم بهذه الطريقة الفجة المباشرة بدأوا يراجعون ورأس المال بطبيعته جبان فرجال الأعمال الكبار مدينة طار وقفوا جميعا إلى جانب دادا في رئاسيات 2009 وبعد ذلك وبعد تلك الضربات الموجعة التي كادت أن تفقدهم الكثير من مكاسبهم المادية كانت مواقفهم أنانية بشكل مباشر فحرصوا على أن يقفوا دائما بشكل أعمى مع عبد العزيز حتى لا يجد الفرصة لنفيهم أو إخراجهم تماما من ساحة المال وساحة الغناء يقال بأنك إلى سعيت الفقر خصوصا مع خصوصا أن عبد العزيز في هذه الفترة نجح في دائما طبقة رجال الأعمال دائما تسعى لإرضاء قال أنك سعيت دائما في الاستحقاقات خاصة الأخيرة أن ترضي هؤلاء الكبار خلال اتصلت بهم طلبت منهم الدعم المادي هل تلقيت دعما من هؤلاء ولو كان رمزيا في مجهودات حملتك الانتخابية؟ أنا بطبيعتي لا أطلب رضوان أحد وإنما أطلب رضوان الله وهم يعرفون هذا ولست من البساطة أو من الحلاوة إن شئت قلها بحيث أبحث عن رضواني وإذا قصدت الدعم فهؤلاء لا يدعمون خصوصا في السنوات الأخيرة إلا مرشح عبد العزيز وتوجهات عبد العزيز لأنه وجه إليهم ضربة قاسمة وخافوه ولديهم ما يخافون عليه وبالنسبة لي شخصيا لدي الكرامة لدي الإيمان لدي مصلحة هذا البلد هذا هو ما أخاف عليه وليس لدي مال حتى أخاف عليه من ضرائب عبد العزيز. كنتم من المتباكين على نظام ولي الطايع في 2005 بعد الانقلاب عليه وجريدة الأقصى التي تديرونها والتي بدأ أول نشر لها في 2001 قمتم حينها بحملة يعني شعواء للدفاع عمن تصفونه الرئيس الشرعي المنتخب حينها يعني هذا الموقف العاطفي ألا ترون أنه جعلكم تخسرون الكثير؟ أنا لا أقف مواقف عاطفية على الإطلاق ولا أنافي الطبيعة البشرية ربما لقرابتك بالرجل أريد أن أقول لك بأنني لا أتخذ مواقف عاطفية ولا أمكن أن أتبرأ من الطبيعة البشرية يعني موقفك مع ما أتركني أقول بإيجاز بأن ولي الطايع رجل كبير من رجال هذا البلد وقدم الكثير وهو رجل عسكري ذكي ولديه خلفية وطنية عميقة ومتجذرة وخدم هذا البلد ولديه سلبيات منها طبعا ومن أهمها خلفيته العسكرية التي تفرض في الطبيعة وفي الدم بعض الدكتاتورية المباشرة ومهما صنع يعني مهما رفع يحمل طابعا دكتاتوري مهما رفع من الشعارات الديمقراطية فسيظل متأثرا بطبيعته العسكرية لكن ولي الطايع قدم الكثير لهذا الوطن والحالة الاجتماعية والحالة المعيشية والحالة السياسية كانت أحسن بكثير من الوضع الراهن يعني أنت ترى أن عصر ولي الطايع في عهد عصرا ذهبيا في عهد عبد العزيز وفي العهود التي سبقته سواء عهد سيدي الشيخ عبد الله أو عهد علي يعني المعيشة لحظة تحسنت توقفوا مسألة عبد الفتاح أريد أن أقول على قضية المعيشة لأنها أحسن ذيك الفترة مبارك من درى كان الناس كان المواطن الموريتاني ذيك الفترة يعم عصباح ويصبح بالبن وفي كرواسان ومثلا العيشة فيها نوع من الرفاهية وكل مواطن يعمل والبطالة يعني الرفاهية المعيشة اللي تتحدث عنها شنو هي كانت تجلياتها قال عنها ذيك الزمن مع أن الوزير الأول سيدي محمد بكر الذي أدار عدة حكومات في عهد الرئيس بعدها في الحكومة الانتقالية أخرج أرقام هي أرقام مخيفة من مؤسسات الدولة يبدو تتحدث عن مستوى لا بأس به من الفساد يبدو أنك تريد أن تقحم
الحسانية في هذا الحوار. لا من أجل إعلان عود اللقاء، يعود الناس كاملة ما تعرف العربية. من أجل إعلان عود الفكرة مقربة للمشاهدين، أنت خرصوك جميع المشاهدين. فعلاً فعلاً. والرسالة الإعلامية كيف ما تعرف كالصحفي إعلانها موجهة للرأي العام. تركني أجيبك في بضع كلمات إن شاء الله. على كل حال ولد طايع ما هو كيف تنظيم الأخرى. ولد طايع مسالم ويعرف الفضة والثروة. مهمة المجتمعات البشرية. يعني. فهم. سالم يعني. وجاب منها ياسر، وجاب منها ياسر مختلف الطرق. وما أقول لك إنه خزب النصارى، ولا أقول لك إنه تحايل عليهم يا غير نجح، بس إنه يجيب ياسر من الثروات. وكان كان مهم عنده. كان مهم عنده. كان مهم عنده المال. يلحق البيضان ويلحق الإحراطيين العرب السمر ويلحق الكوار. حقيقة تغلغل ياسر من منافع فوساط المجتمع الموريتاني، وكان مدي قبيلته وفيها بعض التجار الكبار اللي متحايلين على المال العام والله بعضهم، وحصلوا على ياسر من الأموال عن طريق الكوماندو. ما أنا قايل لك أسماء محددة يا غير مدي كانوا أصلاً بعد طبيعتك علمك ما تتحفظ على كانوا الأسماء. كانوا الأستاذ داهي كانوا واقعيين. شفت هذا دائماً. شفت هو إلى عاد دار أسلوب الموريتاني واللي طايع كان بقبيلته، لأن الناس اللي عندهم المال منين يجي حد يكرع على بيبانهم وأنه مظلوم ويفتعل بأنه مظلوم وعد مظلوم فعلا والله ما مظلوم، يجبر عوان النظام والطايع من أولاد عمه يعطوا الفضة ويسكتوا الناس الفوق والتحت بأموالهم لمصلحة نظام والطايع، وربما لمصلحتهم اللي كانوا هم يتم يجبروش. هذا الراجل على كل حال أهله فيهم واحدين استفادوا ماديا يا غير ما يخدموه، فهم قافضين بيبانهم ولا هم قابلين يزقلوا شيء في الأدمية، ولا هم قابلين يزقلوا شيء حتى في الحملات، ولا هم قابلين يزقلوا شيء الصحافة، بينما ذاك وسط الاجتماعي كان حريص على التواصل مع المجتمع. ذاك شنو ذاك؟ ولا فيه رجل أعمال ذيك الجماعة اللي حريصة على التواصل، ما فيه رجل أعمال، ما فيه رجل أعمال العم ولا طايع قطش كم الصحفي، وأنا عند منين طرحت كراعي في الصحافة رغم إني كنت موجود فيها سابق انقلاب على معاوية، عند منين تكلمت زمن عليود محمد فال وانقلاباتهم وهذا تابعني ولد بعماته ديسمبر 2005 موضوع ملف ولد بعماته من ديسمبر 2005 من أجل معناها الشهرة من أجل رص فعلية من أجل المجاملات من والاتفادات من والتفاهمات من الأسلوب عندهم العصا وهذا من أجل إعلاننا ما نزل معناها أنظمة مختلفة موريتاني من أجل موريتاني ياسم الشعارات والسياسة ما يفهمون الموريتاني دورش ومنين يجبروا لا طريق البيبان والمواجهة هم اللي من أجل إعلاننا ما ننزلقوا العرض ومن هم يعرفوا قاعدة من أجل إعلاننا ما ننزلقوا للمنطق القبلي والله ما يتحول زاد البرنامجنا إلى برنامج من البرامج الصفراء، نختاره مثلا نركزوا مثلا الموضوع على المعايير السياسية والله زاد المعايير المهنية مثلا المضبوطة. مثلا الطايع وصفته بأنه رجل مسالم، يعني ورجل مسالم أحداث 89-91 ضباط الزنوج اللي تم إعدامهم وتم قبرهم في مقابر جماعية، أين هذا من المسالمة؟ على كل حال شفت قضية الزنوج أنا قضية ضدها، لكن يعدلهم ما هم هناك عندي يعني هذا ينفي مبدأ المسالمة. لا لا أنا قلت يقول بعض كان مبالغ فيه. شفت الحاكم ما هو كيف الصحفي ولا هو كيف تراجع الأعمال ولا هو كيف مثلا الإنسان المكلف بشؤون اجتماعية باردة، أنا قاعد على المقعد خصوصا ما قبل الديمقراطية، ذيك الساعة الديمقراطية ما في تخلق تقبال وفي حكم استثنائي وفي حكم عسكري، وهو من نفسه وفي وضعية اقتصادية صعبة ومعدل نختار كرسي مثلا يهنى ما له تقوم مدة وترصف وتقول أنها لا يتعدل مثلا دولة الضفة دولة والو وبنها مثلا لا يتعدل اي ساعه محاولين انقلابيه اكبر 87 لا يتبدل شوارع نواكشوط ولا يدير لهم مسميات وزنجيه ومسميات افريقيه مغرقه في البعد عن البعد العروبي والاسلامي ويسكت هو راجل البيضان من الشمال عنده خلفيه عسكريه وعنده تاثر كبير بالاسلام والخلفيه القوميه العربيه. وعلى كل حال يعني الإسلام ردة الفعل ضد على أن هناك حقوق معينة للمجتمعات على المطالب بها، ردة الفعل كانت قاسية يا غير على ضوء الفعل الناس كانوا عندهم تحرك تقسيمي تحرك عنصري مشروع واضح بأنه مثلا ما هو ما أنك حاس على أنك راح تتكلم بنفس المنطقة
لم تقير السماء مغرقة بالزيجية لأنه هو اللي عدل كامل اللي عدل كامل قاع ما هو عليه يمشي بهم اللي شناعة. هل ما زلت تعتبره رئيسا شرعيا؟ أخلق اختصار أخلق بطريقة في المحاكم غياب المحاكم والمقابر الجماعية. ما زلت تعتبره رئيسا شرعيا؟ هو اللي كان له يعدل رغم بنوه الحقيقة ما هو قاعد يستلي هي التصفيات الجسدية كان قد يوخرها على البعد القانوني ما خالط عليه معناها أنه اللي عدل الناس كاملة وتوافق وهو لكن واحدين أخرين أعلنوا مدي الولايات العسكريين والقوات العسكريين كانوا معاه فيهم واحدين ومدي هما يقد يعودوا فيهم بعض العنصرية وتصرفوا تصرف ذاتي وتلقائي بدون استناد لأوامر معاوية. بالنسبة على كل حال ذاك الملف بعد بريء منه في الدنيا والآخرة. هل ما زلت تعتبر الرئيس يا غير بعد القوم الخلطة الزنوج بدؤهم مدي بالانقلابات والتحركات عن هذا العدل نعم. البطايع لا رد السؤال أعطيك فرصة لكن عبد الفتاح هل ما زلت تعتبر أن الرئيس معاوية وسيد أحمد الطايع هو الرئيس الشرعي لموريتانيا حتى الآن ومن جاء بعده مجرد معتدين أو مقالبين على الشرعية؟ لا معاوية ليس رئيسا شرعيا لم تره الآن رئيسا شرعيا لا معاوية ليس رئيسا نعم. شرعيا لأن معاوية كان في ظل حكم عسكري والديمقراطية التي جاء بها أحسن مما كان قبله لأن فيها صحافة فيها حرية التعبير وفيها تعددية حزبية وطبعا مشروع ديمقراطي وفي ظل حكم عسكري وفي ظل خلفية عسكرية واضحة إذن لا يمكن أن نضفي الشرعية المطلقة على نظام الطائر لكن والطايع لم يخرج من الحكم عن طريق الانتخابات وإنما خرج عن طريق انقلاب ومن قبلي أقرب الناس إليه من قبل حارسه الخاص ومحمد عبد العزيز له علاقاته الوثيقة مع معاوية والسيد أحمد الطايع من حيث الثقة ومن حيث العلاقات القرابية والاجتماعية فما كان منه تبعا لقناعته الخاصة إلا أن انقلب على معاوية والسيد أحمد يعني هذا شيء عاد في سياق العسكر يعني بعضهم ينقلب يعني على بعض ولا يمكن أن أقول بأن معاوية كان رئيسا شرعيا يعني لكنه خرج من الحكم بطريقة غير شرعية لم تعد كما كنت ترى سابقا الرئيس معاوية هو الرئيس الشرعي لننتقل إلى المرحلة الأخرى أو عفوا نحن ما زلنا في المرحلة الأولى داهي لدم أكون ما كتبت عن معاوية كان من منطلق رفض الانقلابات فأنا رفضت انقلاب 2005 ورفضت انقلاب 2008 ولا أرى أن الطريقة التي خرج بها معاوية ولا الطريقة التي خرج بها سيدي الشيخ عبد الله وحتى عبد العزيز خرج بطريقة انقلاب هذه المخارج ليست مخارج مدنية وليست مخارج دستورية ولا معنى لها وأنا لي سين من الملاحظ أنكم تكتبون في صحيفتكم لوحدكم مثلا أعداد المقدمة يكتبها عبد الفتاح والعبيدنا المقالات في عجز الصحيفة يكتبها عبد الفتاح والعبيدنا ومعظم الآخر ومعظم ما ورد في الصحيفة هو مجرد أخبار منقولة من مواقع الإنترنت ألا ترون أن في هذا نوعا من الابتعاد عن المهنية بحيث صار للصحيفة عنوان واحد هو مديرها الناشر ورئيس تحريرها وكاتبها الأول عبد الفتاح والعبيدنا القدس العربي من أكبر الصحف التي كانت تسطر في الوطن العربي وفي العالم تجمع باللغة العربية كان فارسها الرئيسي عبد الباري عطوان يعني لا يكتب في شيء كل شيء يا أخو التقارير وهناك تحقيقات وهناك أشياء لكن على كل حال لا لكن عبد يعني القدس العربي بحجمها القدس العربي لكن أقول لك قد لا يكون أي شخص مستعد للخوض في الأقصى لأن أنا شخصيا عندما دخلت في هذا المجال الذي أكتب فيه بحرية وبطلاقة وبجرأة دخلت السجن ودخلت السجن من أوسع أبوابه ونكل بي تنكيلا ولدي من يكتب معي لكن بعض الفريق لا يود أن وأقول لك بصراحة وأنت تعرف هذا وربما أعرف مدير مؤسستكم وبعض العارفين بالحق الصحفي بأن في الأقصى رجال آخرون وأقلام أخر لكن هذه الأقلام لا تريد أن تظهر سين في عدد الأقصى وهو موجود عندي الآن العدد رقم 242 بتاريخ 16 مايو 2007 يوم الأربعاء على ما أعتقد ذكرت لي قبل تحضير البرنامج أنك من مواليد يوم الأربعاء سنة 65 على ما كتبتم على صحيفتكم العنوان العريض التالي أقاويل مثيرة من قبل أوصاب مطلعة على ملف المخدرات
كتبتم أقاويل مثيرة من قبل أوساط مطلعة على ملف المخدرات، توجه أصابع الاتهامات لعلي والمحمد فؤاد ومدير الأمن ولاد أمن الدولة حينها ولاد ورجل الأعمال محمد والبعمات. هذا هو ما عنونتم به مقالكم الرئيس. ماذا قلته في البداية؟ في بداية العنوان. لحظة. لحظة من أجل أن يشاهد. هذا هو العنوان العريض الذي تصدر هذا العدد، وهو ما ربما جرى لكم المحاكمات والسجن والكثير من الويلات. يعني السؤال الذي لحظة أنا لم أطرح السؤال الآن. السؤال الذي يطرح نفسه: ألا ترون بأنكم ظلمتم الرجال الثلاث، خاصة محمد والبعمات، بهذا الاتهام، وخاصة أنكم نصصتم في بداية التحقيق قلتم ما يلي: توصلت جريدة الأقصى بمعلومات حتى الآن غير مؤكدة، يعني خط تحت غير مؤكدة، أنه وإن لم يكن لنا الحق في المقابل في نفيها، تفيد بأن المجموعة التي اعتقلت عام 2005، مجموعة الشباب حينها، في قضية المخدرات بأنها تتبع للمدير الحالي، لمدير أمن الدولة حينها ولادة، والرجل الأعمال محمد والبعمات. معلومات غير مؤكدة، أنت قلت معلومات غير مؤكدة، يعني بهذه الدرجة تعنون. ما قلت في العنوان؟ قلت أقاويل مثيرة. جيد. يعني أقاويل، يعني كيف للصحفي مثلا يبني اتهامات لأحد أكبر رجال الأعمال في البلد، ورجل كان على رأس هرم السلطة ومدير أمن الدولة وشخصيات مهمة، على أقاويل. يعني أنت تريد أن، لكن سأنتظر إجابتك، ولكن بعد فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. التخمين، حديث عن معلومات غير مؤكدة، البناء على ثروة يمتلكها البعض من هؤلاء، البناء على علاقات تجمعهم فيما بينهم، سواء بناء على العمل معا أو بناء على العلاقات الاجتماعية. هل ترى في هذا مبررا لأن تظلم محمد البعمات؟ أنا لم أظلم أبو عمات ولم أظلم شخصا آخر، لكنني كتبت مقالا وأشرت كما قلت في مطلع المقال، العنوان الرئيسي المانشيت لهذا المقال، إلى أنها أقاويل مثيرة، فأكدت بعدم دقة هذه المعلومات، وفي المقابل رفضت إلغائها وتجاهلها. فإذا كان منطلق حسي الوطني واهتمامي بالشأن العام بأن هنالك بعض التفريط الذي صدر من بعض هؤلاء، أشرت إليه بلباقة وبمهنية، لكن البعمات بمهنية تبنيها على شائعات، لا يعني لا، الموضوع حساس، لكن البعمات محمد البعمات عافاه الله بالغ في هذا الموضوع، ويبدو أنه لم يقرأ المقال بدقة، فالرجل فرانكوفوني بالدرجة الأولى، لكنه مستشاري علي، كذلك علي تحفظ من الموضوع وكان ذكي، لم يعلق، يعني كان ذكي، كان في غاية الذكاء. علي تعرضت لمرحلة أدائه كمدير أمن، وبأنه تهاون بالحسم في موضوع المخدرات إبان مهنته، خصوصا فيما تعلق بولاية دخل تنوالبو، وكان آنذاك ومنذ عدة سنوات محمد عبد الله ولاد هو المفوض المسؤول عن الأمن، هو مدير الأمن هناك في دخل تنوالبو في ولاية تنوالبو، وقد تعاطى مع المخدرات بمستوى يفهم منه التغطية والاستفادة أحيانا، وهذا ما ذهب إليه البحث الذي قامت به الدولة الموريتانية
يبان عهد سيدي والشيخ عبد الله، وكان وقتها أن ذاك البحث كان من ضمن أعضائه رئيس المحكمة العليا سابقا سيد القيلاني، وكان أيضا فيه المفوض الداهل عبد الله، وكان هناك أشخاص أصحاب خبرة وأصحاب معرفة بهذا الملف وبالمعطيات الأمنية وبالمعطيات القانونية، وبحثوا وكانت خلاصة تجربتهم في هذا البحث الذي لم يعتبر ولم يعمل به ولم يوظف بطريقة إيجابية. تقرير هذا تقرير اللجنة أشار إلى أن الإدارة مارست اللي ينقال له دور التغطية والتنظيم. التغطية يعني عاد بدل المواجهة، بدل مواجهة مافيا المخدرات، وبدل حرق كل الكميات، وبدل عدم الاستفادة من هذه اللعبة القذرة، كانت هناك تغطية وكانت هناك استفادة. ما تقدر يعود قاع كان أصلا مستفاد منها رأس النظام حينها اللي كان يدير هذه الأجهزة كاملة. المهم بنيانة حصلت عندي معلومات عن موضوع يعني المخدرات. انت ما حصلت عندك معلومات بقدر ما قلت انا حصلت عندك اقاويل. يعني معيار المهني في الاعلام هو الموضوعيه والدقه. اين الاقاويل من الموضوعيه والدقه؟ لذلك انا حصلت عندي معلومات وحسي تقطع لان هون حصل عندك حسي وطني. شو هي المعلومات؟ انا قلت انها معلومات غير مؤكده وفي المقابل لا يمكن انت ما قلت تنفي عنها بنا معلومات. يعني الموضوع بهذه الخطوره وحد السالف أنا الخطورة ما قد يعني الخطورة أنا المهم عندي خدمة الوطن والخلفية الدينية. خطورة يعني خلفية بتقول دينية ما خلفية دينية ذاكر رواياتي لا بد من التأكيد وخزبان واقيش البينة على من ادعى. اسمع أنا أنا إلعت كتبت شيء وكان مفيد واستفادت موريتان من قد إثارة هذا الملف. أنا استفدت منه أو ملف استفدت وإلعت تكتبت شيء ومسيت منه أعراض وحدين بطريقة الخطأ أو بطريقة التعمد استفدت منه على نفس العدد اللي صدرت فيه على أنه سجل مبيعات هائلة. المهم الخطورة خليها عنك هو اللي استفدت منه. المهم أشبالك تسول عن صلب الموضوع. أنا يعني أنا أدخل في صلب الموضوع. أنا داخل في صلب الموضوع. أنا قلت لك بني جبرت معلومات عن ملف المخدرات غير مؤكد واعتبرت بني إهمالها في الكتابة يعتبر خطر تربوي وتعليمي ونفسي على الأجيال القائمة، واعتبرت انا ذاك بالجهد اللي يقوم به سيدي الشيخ عبد الله والزين والزيدان ولجنتهم اللي مشكلين ما هو كافي، وبالاعلام لابد ان يدلو بدلوه، وقلت انها معلومات غير مؤكده وفي المقابل لا يكون فيه. وولبو عماته ما ذكرت عنه مشي يكون خارج شي من التركه انحكموا 2005 وشبت اساميهم ولا جبرت ادله كافيه لدانش يعني هاو التركه اللي انحكموا 2005 بعد شهر قلت انهم ولو جرموا هذا بعد قال عنها انه وجرموا على دليل ما وجرموا قلت ما جبرت ادله كافيه لدانتهم بدهم يطلقوا عقب شهر من اعتقال ابن والي تدرون يجرموا رغم عدم وجود 2005 قلت انهم قالوا بعد محمد الدعمات كان يتصل بهم قالوا لمن قصد الحصول على لا المشكله لا العملات الصعبه المشكله عباره قالوا انا ذاك حالا كصحفي في قناه الوطنيه لا يجيني رقاج من الشارع والله يجيني رقاج مقرب من السلطه ويقول لي شمل المراد ونقوم أنا ونذيعوا في البرنامج والله نذيعوا على مستوى نشرة الأخبار. هذا قد يضر البعض عدم وجود مستندات ووثائق. الأمور الجنائية لا بد لها مستندات ووثائق. سألت تسعى الموضوع هذا ما هو بسيط يعني تسعى الموضوع شوي تسعى الموضوع شوي. أنا كتبت بلغة عربية رسمة ووثقت ووخرت ودفعت زمن سواء الإيجابي أو السلبي. خلي عنك لا قضية الفطورة قضية التدريب سنتحدث عن ثمن أصبح حاجزاً من الماضي. المهم أسمع لها قضية ملف المخدرات تلقى عنك شيباني كيفيان جاهز يستمع عن قضية المخدرات بصورة عبثية ماني جابر معلومات ولا جابر مصادر مختبرة ودانت المدينة غصة في الهلان الجان ولاد إجماع شمد فالله وفي ذلك الفترة كان وليد عربية العلم محمد فان يلقون ما هم متكلمين يقد يعودوا فاصلين وفقيات من الملف يقد يعود قاع عندهم رؤية فقهية والله يعني قانونية يعني بادئين عليه لا يقد يعود ما يقد قاع على كل حال يواجه. المهم من قضية المخدرات ما هي قضية بسيطة وسكات عنها الصحافة ولا سكات عنها الدولة لا تنسى أنا من قلت لك التلاتة محبس وقال لك هذا غير متفق وقال لك لا أنا الموضوع كتبت عنه فهم. وبالنسبة للمعاملات وقلت أن ذوك الشباب كانوا
بنو تاصل بهم وسوي عن العملات الصعبة ما بتنو منها الكوكايين ولاني أنا هو اللي لبسته كفارته فم وكتب عن ولاد على كل حال هو يكسع هو يكسع عليد العربية القوم عنده الفضة واخترته الحبس اختر 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 عبارة كفارته اختر بدل ما دروا دي ربونس تخالف ذاك المعمعان اللي بذل فيه فضته وزقل فيه شيء ما يعني شنو هي كفارته ما فهمت أنا المهم بناء على كفارته قلت لك منين الموضوع اللي هو بين يديك هو بين يديك الموضوع هو بين يديك لو بين يديك ونختار بعد نقول لك باختصار في موضوع نختار نقول لك نختار نقول باختصار نختار نقول لك باختصار شديد هذيك المعلومات الهم وصارت مصادر مطلعة فهمتوا خلاصة ولا هي قاعد نقول لك ومن معلومات غير مؤكدة لا 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 وفي أخاويل وثيرة قانون الصحافة أنا القاضي منين اللي حقق معايا قال لي نقول له مصادر قلت له من القانون الموريتاني يلزم الصحافي إلى عاد الموضوع يتعلق بالأمن القومي بنقول يعني مصادر المصدر نقول مصادره سولته كان التيفاية وكان رجل أعمال محترم محمد البعمات وكان من الأمن القومي الله بدأ قال لي يبدأ وقلت له أنا مصادر ماني قايله أنا هني يعني لا مصادر عاد خارج ولا عاد ما خارج تذكرت هون مجموعة من النقاط إذا وقطعت لحمة لحمة لحظة. أنا وعدلي القاضي وعدلي فهمت قضية الأموال اللي ذكرت عنها الجمعة في شيوخ الله يخلق قضية المهم. قضية لحظة من ملف المخدرات نعم إني أنا منطلق ذاك اللي كتبت فهمت وإن كانت معلومات غير مؤكدة وفي المكابدة يمكن فيها كان ضربة لإشاعة المخدرات والتهاون بالمخدرات وإذا الراجل ما قلت إنه يوكل مخدرات ولا يستهلكها ولا يستوردها قلت إنه كان يتصل بواحدين يسوي لهم عن العملات الصعبة معنا بيع المخدرات يا غالي هو عنده قوة الاقتصادية عنده قوة السياسية أيضا واختر يدخل في مواجهة مباشرة إذا كانت مواجهة ذكية فبدل لدروا دي ربونس وبدل الجهد الإعلامي ما تقعد الحركة ما يكون السعودية ما كانت ذكية وأنا وهو جهدنا ما واحد رامبني أنا هذي كتبت عنه هناك مسائل شوف في القضية أنا أطرح فقط أنا لا أوجه إليك اتهامات لا أتبنى موقفا بقدر ما أطرح القضايا بطرح منطقي كما يطرحها الرأي العام في الحقيقة أعلن هناك عدم مساءلة المفوض عن الثروة التي جمعها سيطرة الرئيس السابق علي محمد فال على الأمن من بداية الثمانينات إلى وصوله للسلطة عن بعض رجال الأعمال عن الطائرة التي تحمل أكثر من 1100 كيلوغرام من الكوكايين وليست كما قلت 600 كيلوغرام من المحضر الذي ذكره الأمن الوطني بعض المسائل ربما لا يجد القارئ رابط منطقي بينها مثلا في فترة معاوية وسيد أحمد الطيع الرجل استغنى كثيرون اغتنوا في تلك الفترة لماذا مثلا ما تسائل عن ذم الخلق معنى عن ذم الخلق كامل اللي اغتنى فترة معاوية اغتنى من المخدرات يعني أنا موضوع المخدرات كتبت عنه أنا ذاك الساعة ما عندي جريدة قاعد فترة معاوية فهمت كتبت عنه فترة في التسعينات كتبت عنه بجريدة أخبار ناشط داكت فيها وقفت مقال خارجة وقفت قبل أسابيع قليلة مقال قصير تحت عنوان المخدرات أولا موضوع المخدرات موضوع تابعه وقايل لك من ذا الموضوع إنه موضوع خطير على التربية والتعليم وعلى دين الأمة وعلى يعني هويتها وإذا عادوا خالقي وإذا عاد خالقي مدة كيف موظفين كيف تلي شرنا له في أخبار مدير الأمن وضع أخبار المدير هناك مسألة دخلت مواليب وضع المدير العام الأمن إذا عادوا خالقين وموظفين نتيجة اجتهاد معين ما واجهه ما في المخدرات وضع خالقي رجال الأعمال حاولوا يستفادوا من دفيز وهذا بعد موضوع قاع مثلا ما هو كبير تقلت رجال أعمال واحدين من هم رجال أخبار أبو عماته المهم بني أنا من هم هذا رجال أعمال ذكرت من هم هذا رجال أعمال اعتبرت أن السكوت على موضوع المخدرات ما هو أخلاقي يعني السكوت على موضوع المخدرات ليس أخلاقيا أوكي لكن ما هو الدليل الذي بإمكانك أن تثبت به أن هذا الرجل تاجر بالمخدرات يعني عاد سجال قوي مهم لو ليس سجالا بقدر ما هو لا تسولني لا تسولني عن إثارة ملف المخدرات وحده بهذا المقال القصير اللي جاء حوله شيء ما يوهم المتابعات القضائية تتوبعت قضائيا وغرامة خيالية 300 مليون أوقية 300 مليون أوقية تربل وتفساخ اللباس والتعذيب النفسي فهم تفساخ اللباس والتعذيب النفسي هذا ما يلفتني لأنه اللي ذكرت في العدد الأخير من صحيفة الأقصى العدد الأخير ذكرت فيه من صحيفة الأقصى أعلنك
ذكرت ما يلي أن بالمحاولة ما وصفتها بالمحاولة الوسخة، محاولة اغتيالك أو الاعتداء عليك التي تعرضت لها داخل السجن المركزي في عهد سابق يوم الأحد الموافق 27 مايو 2007، المقال يوم 16 مايو، يعني يوم 27 مايو اعتقالك. يعني شنو هي ذي محاولة الاغتيال؟ المهم على كل حال أنا في خطاب هنا تيادة رأي عام، رافن خالدين وحدين جديين، الأمور يتابعوا لها بمستوى كبير من جدية، بغض النار عن ناس المتهمين بالاتهامات. اختير نقولهم بنيانة المعلومات اللي توصلت لها ما قديت من ناحية الأخلاقية اللي سكت عليها، قضية المخاطر منين نديرها في كفة، ومنين ندير أهمية الإثارة الإعلامية في كفة، اللي هو أهم الإثارة الإعلامية بعدم كشف المصادر الساكت عن حق الشيطان الأخلاقي. تكلموا يعني لا قال شيء، لكن يعني الإثارة الإعلامية في طار نهي عن مكر ما تعرض لياسم الآخرين، الإثارة الإعلامية على حساب تشويه سمعة الآخرين. يا ولدي هذا قاعد من يعود شخصية عمومية، يعود مشارك في اللعبة السياسية، يعود عند المليارات وشي من ذي المليارات واستفادها من خلال علاقة سياسية، ورقاش مدير عام الأمن واحد آخر مدير جهة ودخل نوالي من السنوات، هذا وأنا أمورهم الشخصية ومعتبرهم ومشاربهم قدرها وأشخاصهم قدرهم، يغير أدائهم المهني وأمورهم اللي عندها طابع بالأمة والشأن العام هو اللي تعرضت له. تعرضت له ملي بطريقة مهنية قلت لها معلومات غير مؤكدة، وفي المقابلة كنا فيها وهو اللي قالت منظمة مراسلون بلا حدود أكبر نقابة للدافع عن الصحافة العالم لحد كتب وأسلوب عدم الجزم بأنه ما عليهم تشبيه شور محاكم. مع ذلك نتيجة لأني أنا من خلفية اجتماعية معينة وعندي صلة قرابية بشخص معين كان في السلطة وأجواء انقلاب على ذاك الشخص وبارك معايا وعدلت منها طبلة كبرها مولانا واندارت فيها أكبر غرامة على الشيء مكتوب في الكون من الساعة اللي خلق الكون، قالت 100 مليون أوقية أكثر من مليون دولار. فهمت؟ وفي هون بعد النبه على أني مرة استضافني واحدين بين شبران توين في بيروت، قالت لي منادمة قالت لي هذه عندنا ملاحظة نختار نقولها لك، راح نقدموك اليوم في أول محاضرة هذا 2007 في بيروت، عدن هذه الغرامة اللي مدورة عليك هي أكبر غرامة قط ندارت على الشيء مكتوب في الكون، ما هو في الوطن العربي، ما هو في العالم، ما هو في العصر الحديث، هاي غرامة ما هي بسيطة. كنت يامس نخرص زمن السيسي، من الطياح السيسي إلى اليوم المبلغ اللي داروا من الغرامات على جميع الأشخاص في مصر من الطياح السيسي إلى اليوم من 30 يونيو 2013 إلى اليوم زايد شوي على 300 مليون أوقية. منظرة كان في معناها هذه العالم كانت غرامة خيالية تختلف بهذه الضخامة وبهذه البساطة، كانت تتعبر عن عبد العزيز في ذيك الفترة ما كان هو رجل أعمال بارز الأول، كان تقريبا هو الرئيس، رجاج يقبل ويدير على مقال صحفي 300 مليون ويجر موضوع شور الانتروبول ويمشي به من القانون الصحافة شور القانون الجنائي، وواحد من المحامين اللي كان معاه قال لي فلان. من هو هذا المحامي؟ ماني قايل. قال لي فلان هولك بعد الموضوع نصب في ياسر المال، وواحد من القوم في الانتروبول اللي كان هذا في اعضاء فريق الدفاع عن الرجل، واحد من القوم اللي كان يتابع الموضوع في الانتروبول زونجي همات يا يشتغلهم، قال الوعمات في لقاء معه قال وانا لا يتابع، قال وانا ندور حد يجيب لي ولد عبيدنا مشكرف، قال لهم قد انا اجيب لك مشكرف عينه على قضيه الانتروبول. فهم؟ قالوا منين تجيب لي مشكرف نحدد لك الدور، قال وانا الدور ندور اني فيلا. ومنين منين جبت انا من الامارات يعني 30 نوفمبر 2008 سمعت انه سووا عاقب ذاك، اتصل به حد من المقربين منه اللي مقربين من عماته ماني قايل اسمه، اتصل به وقال له الى درجه نشر ملف بهذا، قال له الى القضيه من اذوك وراء وتبعات الملف نقول لك نتكلم عنه اهم لك بعد نقول لك اذا قال له اتصل به حد من قبل المعاملات وقال له انا اتصل به المعاملات ووصى على تشتري لك دار اللي كارت تشارط كذا وكذا، قال له الدار ما تكون دور يهدي لا تقول الاسم ولا تقول عنده، قال له دور فوضت وانا قال له الساعه وكارت دارين وعطاه فوض دارين. على كل حال الموضوع نزقد فيه ياسر في القضاء، نزقد فيه ياسر المحامي، ونسجل فيه ياسف تذكرت هون واحدين قاعدين واحدين من الزملاء اللي ما هم ياسرين حتى رام بالأغلبية الغالبة من الصحافة كانت معايا، يعني واحدين من الزملاء اختاروا اللي منهم يستفاد من المائدة الدسمة فهم واستفادوا من اللي منهم هم الصحافة اللي استفادوا ما نساني بعض الزملاء يعني مصر. لماذا مثلا هو ذكرت دفرانين وخاطرين القصة هون اللي ذكرت قصة اللي ذكرت انك تعرضت لمحاولة اغتيال بسجن المركز، شنو هي هذه المحاولة؟
ما يجري في موريتانيا لا يكشف عنه غالبا، خصوصا الملفات الخطيره. والكثير من الاشخاص اللي مقربين من الموضوع عندهم اخبار محاوله اغتيال. شنو هي بالضبط؟ كيف جرت هذه المحاوله؟ وهمات اياها الرواقيش اللي كانوا في السجن شبروا اخبارها. المهم على كل حال همات اياها السجن ما نسميه دركتيها، اتصل به حد من خارج السجن وقالوا له بانه يعتدى على الشخص الينا يبطوا حسب عبارتهم في التليفون الينا يجب على الهلاك. المهم هذا كامل خلق يوم الحد 27 مايو 2007 داخل السجن المركزي الذي من قصر العدالة، وكانت محاولة اعتداء او اغتيال، وانا شكيت فيها الوكيل الجمهورية، ولكن اللي يعدل فيها من التحقيقات ما كان علني ولا كان متاح، لان مركز الرجل انا كان مركز قوي وحساس، والصحافة كانت تنحبس في كل فترة، نحبست أنا ونحبس حنفي، وكان يكسع الحبس ما هو مثلا ممنوع. وفي الحقيقة الموضوع خلق فيه قدر من بصورة عامة، خلق فيه ياس من الرشاوي، خلق فيه ياس من الضغوط، على ملت من واحد قال على انه كان يتصل بواحدين يسوي لهم عنده فيز، انا انها خلق فيه من من من, من الانتقام، وخلق فيه من بذل الجهد المادي والمعنوي على مستوى القضاء وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى جميع التجاذبات اللي ما خلقه يلف المخاطر. كان عرض هذا الرجل أهم كاد أنه من عرض النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا بيجي المقربين من الأنظمة ما يقرب منهم في العالم الثالث. صار لدينا الأقل الوقت مسموح، سننتقل ستجيب المرحلة الثانية، هي مرحلة صح أم خطأ، ستجيب بصح أم خطأ على ما سأوجه إليك من اتهامات. عبد الفتاح والعبيدنا مضطرب نفسيا، صح أم خطأ؟ خطأ. والعبيدنا قبلي وجهوي، صح أم خطأ؟ خطأ. عبد الفتاح لا يعرف ما يريد، خطأ. المرحلة الثالثة، قلت أم لم تقل؟ إن ملفات الماضي كثيرة وفتح بعضها يستدعي المزيد من البحث والتمحيص، وهذا مضر بموريتانيا ووحدتها ووجودها، قلت أم لم تقل؟ قلت. علل باختصار. فعلا هناك ملفات كثيرة من هذا الملف إثارتها صعبة. أنا بعد في المناسبة أقول بأني أرجو من هذا الرجل، وأخاف أن أكون قد أصبته ببعض السهام دعائي عندما كنت غاضبا، أرجو أن يراجع نفسه. قلت أم لم تقل؟ أما تخصيص وكالة أو جهد خاص لمكافحة آثار الاسترقاق فهذا غير مبرر وعطاء من غير تفويض، قلت أم لم تقل؟ قلت. علي عندما كما نرى اليوم هناك وكالة خاصة بمكافحة الفقر والدمج، لكن أيضا خاصة ب من أول ما يبدو من عنوانها مكافحة آثار الرق. هذا يعني أننا ينبغي أن نعد ونشرع وكالة لمكافحة آثار التحامل والسخرية من المعلمين، وينبغي أن أيضا تكون هناك وكالة نعم. لتعويض من تضرروا من شرب حرب هبة. أيضا العرب كانت لهم الغلبة، كان عندهم السلاح وقلع منهم وعادوا زوايا رافدينه وقلعوا منهم مستعمر، وملي هم في الحقيقة المرحلة من الدولة الوطنية، وهكذا لا يتوارد الشكاوي. المرحلة الرابعة، لو كنت قلما تتمنى أن تكون قلم أي الكتاب؟ سيد قطب. لو كنت كاميرا مراقبة، من ستراقب من الساسة الموريتانيين؟ لا أرجو أن أراقب معهم، أمورهم مكشوفة لا تحتاج إلى مراقبة، كما قال لك الضيف السابق أظن الزميل عمير. لو كنت معاوية في 2003 وألقيت القبض على الانقلابيين صالح والحنانة وزملائه، ما الذي ستفعله به؟ ما كتبته أنا ذاك هو ما سأفعله، بأن هؤلاء بمحاولتهم الانقلابية الدموية الفاشلة تشببوا في كثير من الأضرار، لكنهم لم يتحركوا إلا بدافع من الظلم، بأن ينبغي أن تؤخذ العبر من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة وأن يعفى عنهم ويتجاوز الأمر. لو كنت عمامة تتمنى أن تكون على رأس أي الفقهاء الموريتانيين؟ مداف البصيري رحمه الله. المرحلة الخامسة، نادم على، هل أنت نادم على انتمائك لجماعة الإخوان المسلمين في فترة معينة؟ لا، أنا ما زلت منتمياً إليها فكرياً على الأقل. وفي نفس الوقت أنت تقول بأنك تنتمي لحزب
ذو توجه يساري. لا لا أفهم. حزب اتحاد قوى التقدم ليس هو حركة الكادحين، هذا حزب يحتوي الإسلاميين والقوميين، ومعروف بأن محمد، هل كنت من جماعة محمد الخليل؟ محمد الخليل مثلا في الحزب من، هل كنت من جماعة محسوبين على التوجه القومي و... نعم. هل كنت من جماعة، هل كنت من جماعة عبد محم التي انسحبت باتجاه، التي اختارت أن تأخذ ركبه للطائرة؟ لا أعرف جماعة باسم جماعة عبد محم، يعني محمد فاضل محمد أمين ملكي جماعة عبد محم ابن عمي، وعلاقتي معه لا تنفرط بذهاب معاوية أو غيره، وهو شخص كبير، شخصية كبيرة من الشخصيات المرتانية التي خدمت الدعوة الإسلامية في بلادنا. نعم. وله جهد كبير في الجمعية الثقافية، ما موقفه من نظام ولي الطائع، فهذا شيء آخر. سننتقل الآن إلى المرحلة الخامسة، عفوا السادسة، وهي مرحلة وليست الأخيرة، وليست الأخيرة طبعا لمقام من سيعلق على إجاباتكم، وهو محمد المختار ولا أحمد سالم. هل من تعليق على ما سمعته من الزميل عبد الفتاح ولا بيت؟ شكرا زميل محمد السالك، أشكرك وأشكر زميل الأستاذ عبد الفتاح العبيدنا، فقط دونت بعض الملاحظات سأتي لها تباعا من بداية الحوار حتى انتهائي. أول سؤال سولته قلت له منين تتموقع، يسمعك بصعوبة يعني ربما، هل تسمعه جيدا؟ تسمعني؟ أسمعك. أول سؤال سولته له قلت له أين تتموقع الآن سياسيا؟ جاوبك على أنه هو معارض مع أنه يختير الصحفي عود محايد. أنا سؤالي بالنسبة لأستاذ عبد الفتاح، صحفي يجب أن يكون محايد أو موضوعي؟ لحظة، نفوت هم. هو قال على أنه العسكر ما يبقيهم، على أنه ضد العسكر، ومع ذلك عبد الفتاح والعبيدنا مجد معاوية بعد انقلاب 2005 وهو عسكري، معاوية جايب انقلاب عسكري. فما قضية أنه عضو في اتحاد حزب قوى التقدم عقب يبان من التالي يوضحها أكثر، انتماء لحزب اتحاد قوى التقدم، يقلهم قضية كيف يكون هو منتميا لحزب والحزب اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات، ومع ذلك الأستاذ عبد الفتاح والعبيدنا شارك في الانتخابات. هو ذكر الأستاذ مصطفى والبدر الدين علي أنه كان من الدعاة المشاركين، قال المصطفى إن انقبض الحزب قرار بمقاطعة الانتخابات هو قاطعها، وبالتالي التزم قرار الحزب بدلا من عبد الفتاح ما التزم قرار الحزب. فم قضية رجال الأعمال اللي نسول عنهم، قال على أنهم يلعبوا، أنهم يلعبوا دور أنهم أنانيين وفي نفس الوقت شجعان. أنا ما فهمت باسم الحالة يركب حالته هذه، أنانيين وفي نفس الوقت شجعان، ما فهمتها، باطن اختير ووضحها. قضية تلقيه دعم من التجار اللي سولت عنها نظار، لأن يعني السؤال عاد صعيب عليه الإجابة عنه شوي، يسمح لي هذا بعد هو فهمي. فم ولي الطائعين سولت عن الرئيس السابق معاوية أحمد الطائع، قال لك أنه هو لا يتخذ مواقف عاطفية ولا ينكر الطبيعة البشرية. سؤال مريض، هذه الإجابة تخل فيها أفضل ما مانعة قضية علاقته بولي الطائع. فم تكلم همتي يعني تكلم عن ولي الطائع قضية أحداث 88 87، قال في إجابة مبسطة، حتى هو راجل من دبيضان الشمال، هو قال أنهم تحركوا عنصريا، العنصرية يالت الرد عليها يعود عنصري مثلا كي العدل لهم ولي الطائع. فم قضية القدس الأقصى، جريدته هو الأقصى، قارنها بالقدس، القدس العربي، وقال عن فارس عبد الباري عطوان، ما نعرف إذا كان المقارنة كان على الأقل بعد في المكان، قال لأن القدس العربي رأيه في لندن ودولة ديمقراطية، هو قال موريتانيا ما هي دولة ديمقراطية على حسب رأيه هو. فما قضية البعامات وقضية المخدرات، ملف المخدرات، الأستاذ عبد الفتاح قال على أنه حكم عليه حكما لم يحكم على أحد قط. قال في النهاية عبد الفتاح والعبيدنا، أنت كتبت ضد رجل أعمال، قلت لك لماذا؟ قست الإمارات العربية المتحدة، وذكرت قضية الانتربول، وذكرت قضية أنه ينجاب مشكرف كذا وكذا، ما فهمت أنا حسب المعلومات اللي عنده أنه سلمته
الإمارات العربية المتحدة الإنتربول، هذا وحسب المعلومات اللي عندي لعدت ما هي حق العادة اختطاف يقولها أنه اللي يوضحها المتلقي، ولاني فاهم ظهر يعني الإمارات دولة ما يقدر يخلق فيها قبال الاختطاف حتى بها لدولة أمنية شيئا ما. وذكر على أن هم قضية اثنين سولت عن ملف المخدرات اللي ما زلنا فيه، قال طرحت عليه أنت محمد السالك سؤال على أنه قضية المخدرات لم يستفيد منها رأس النظام، ما جاوب على هذا السؤال. قال على أن رجل أعمال محمد أبو عمات اختار المواجهة، رجل أعمال محمد أبو عمات في النهاية رجل أعمال، على الأقل هذا تشهير به، وبالتالي هو يعرف خطورة المسألة. فما أذكر واحدة من الإجابات على أنه ولي الطايع رجل باختصار شديد. آخر ملاحظتين أذكر في واحدة من الملاحظات عن ولي الطايع قال أنه رجل مسالم، أنا اللي يسوي هون مفهوم المخالفة معناه أنه اللي غيره ما هو مسالم. فما لين سوي له سؤال، عندي سؤال آخر، قضية المجلس، قضية معروف أن عبد الفتاح والعبيدنا من سنة 2005 شن هجوم عنيف على الرئيس الحالي محمد عبد العزيز من 2005، ذيك الساعة موريتاني كان يحكمها مجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ويتألف من قدر من الضباط. أنا نختار نعرف هل فيه مشكلة بين الرئيس محمد عبد العزيز والأستاذ عبد الفتاح والعبيدنا. وشكرا. شكرا أختون. مجموعة ملاحظات ربما ومجموعة أسئلة، ربما الوقت قد يضيق على الإجابة عليها، ولكن في أقل من دقيقتين أبرز ردود مثلا باختصار على الملاحظات التي أبداها الزميل محمد المختار والأحمد سالم. بالنسبة لقوله بأن رجال الأعمال شجعان وبنفس الوقت أنانيين، تناقض طبيعي في العمل البشري، وهذا فيهم هم ومدي. بالنسبة لهم هو حد شاف ذلك عدوا 2009 وفي رجال الأعمال اللي شارهم هو، خصوصا مثلا محمد والنويقة ومحمد عبد الله الجيل اللي كان يمثل دور الشريف، ومحمد والدبدبة وياسم رجال الأعمال من ذيك الأسرة من ذيك الجهة، هذا كان بين مشاه مع أحمد جادة، وهذا هذا مستوى كبير من الشجاعة، والناس شافوا على ضوء وطنية وعلى ضوء مصلحة البلد، ولا هم ضدوا العبد العزيز ولا هم كارهوا العبد العزيز حسب معلومات عنهم، أنهم يوقفوا هذا الموقف، موقف انتخابي صرف تم وما هم عالمي إلى أن هم رموزهم في نقر الحبس، وذا هو لا يفقه، وتدريجيا تظهر طبقة معينة ما حيتهم هم، ولا تلا عندهم دور في الاستيراد، ولا تلا عندهم دور في المشاريع، أمورهم كاملة تنبش، ولا خارج عمل بشري ما هو. إذا ذيك المرحلة لقد 2009 رئاسيات كانوا شو شعان عقب ذلك إلى الآن يمثلوا دور خش يشافوا منها دولة مهدهلة ضعيفة وبالراشو الأعمال فيها، وهذا ياس ابتزاز رجال الأعمال. وقضية كل راشو الأعمال الأركاتية لابد أن يعد المبادرة، وكل قرية وكل قبيلة هذا ما يمكن. قضية تسليم أقول أنا من الدولة ما دولة اختصار يعني الوقت ما هي الديمقراطية شو موريتان، وأنا قلتها في مقال سابق اللي قالوا حرية التعبير هم مستوى كبير منه، يا غير بعد الناس اللي تحسب حرية التعبير بذا فيهم مراسلون بلا حدود ساهين بالغرامة اللي مدولة عليان رام بنها دارت عاقب العفو الرئاسي، زادت حالا معتمدة عند القضاء الموريتاني ودافات الغاتها المحكمة العليا. يعني فيها فقال من دقيقة هل تم اختطافكم من الإمارات أم سلمتم بالطرق الإدارية الطبيعية؟ ذاك مع الاحترام الكامل زميل يبدو بأنه ما هو فهم حتى صلت الإمارات لإنتروبول، هي الإمارات اللي مشالها قسم لإنتروبول في نواكشوط شور أبوظبي، وأبوظبي حول شور دبي، يعني أنا موجود في دبي، وبالتالي اللي أنا ما اختطفت الإمارات قسم لإنتروبول عند الإمارات هو اللي تابع الموضوع عن طريق القضاء وعن طريق الملفات إلين وسلمت أنا من دبي مرورا بتونس العاصمة إلى نواكشوط، ودخلت السجن مباشرة يوم 30 نوفمبر 2008 وتميت فيه إلى 8/5 مايو 2009 عند صدور العفو الرئاسي. هل ولا قولكم بمعاوية عبد العزيز حانني ولا عبد العزيز بيني معاه شيء شخصي ولا عبد العزيز بحكم العلاقات الأسرية الضيقة بين معاه مصاهر، ونعتبرهم قدرهم مختلفين في الرأي، وعلى الصعيد الشخصي ما هم كراهية ولا مش ولا نبقى رجاش عدل الشيء خاسر، ولا نبقى رجاش عامل وما هو عامل محترم، لقد عدل الشيء ذاك واثقي لغير توب ضده من ناحية سياسية، التركيز علي أنا اعلني ضده دقا عشان عادي لا هو الديمقراطي والقانون يعطيه الدستور ما عليه يعرف الطلب حتى ولا اهم شيء شخصي. لا قضيه المصاهرة ان قال انكم قد كتبتوا مقال تمجدوا فيها احد اصهاركم والله احد
أصهرنا منهم. يعني يقول أنكم تزوجتم أحد امرأة من مجموعات اللي موجودة في الجنوب أو على الضفة، وأنكم كتبتم مقالا تمجدونها، يعني تمجدون المجموعة التي تنتمي إليها زوجتكم، يعني أنك مو لاعم بتمجيد أصهارك. لا ما قلت لك، قلت لك لا تكتبوا، قلت رواية وسياق مقال. نعم عدن إجبار ياسر. نعم باختصار المضايقات، وعدن لأن مثلاً الخطة اللي في الدار هم اللي حالة في الدار، لأنهم لعبوا دورهم من ناحية الاجتماعية وصبروا وجبروا ياسر من المشاكل، وبنية لقارف هي شخصياً ترتان وتوه يشير له بالقلب في موقف. نعم. إنساني. نشكركم على هذا اللقاء، دركنا الوقت ونأسف على الإزعاج. طبيعة البرنامج ربما يكون فيها بعض الإزعاج. كما أشكر الزميل محمد المختار والأحمد سالم الصحفي في قناة الساحل، شكرا جزيلا لكم على المداخلة وعلى ما قدمتموه من ملاحظات، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء آخر.